في مغانمها. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين ونتوكل. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب من هنا من ميدان الطائف، لتعلن انطلاقة شوطنا الثاني والرمز المفتوح للقعدان. الثنايا ننطلق مع هذه الشعارات الكبيرة، مع هذه الشعارات الرنانة الحاضرة في هذا المساء الكبير. مقدمات الشوط مباشرة وأول المراكز، أول التحديات في هذه اللحظات. من يحتل المركز الأول؟ تابع شاهين المحتل الصدارة في هذه اللحظات، ياسر بن عزيز بن حامد القرشي. من يقدم لنا شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول المركز الثاني؟ الحضور في هذه اللحظات والقدوم من شعار هجن العاصفة اللي حاضرة في هذا المساء. يتواجد شاهين القادم بكل قوة على المركز الثاني. غياث الهلال، من يتابع، من يراقب في هذه اللحظات المركز الثالث؟ من يحضر مشاهدينا متابعينا الكرام؟ شاهين أيضا القادم بشعار عامر بن راشد بن سعيد البريس المري، القادم بشعاره مع المركز الثالث المركز الرابع. القدوم في هذه اللحظات والوصول مشاهدينا الكرام. يتقدم سنجار على المركز الرابع بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، القادم في هذه اللحظات. والمقدم لسنجار هنا ماجد بن حلفان، من يقدم في هذه اللحظات المركز الخامس؟ الحضور والقدوم مشاهدينا الكرام من الحذر بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، يتقدم مع المركز الخامس. أكد النداء للخمس المراكز الأولى الحاضرين والمتقدمين الباحثين عن الرمز الغالي، رمز المهرجان. مشاهدينا الكرام، عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى سنجار. من يحتل الصدارة؟ يحتل المقدمة في هذه اللحظات بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. يا سلام يا سلام، بن حلفان الشرس. من يقدم لنا سنجار الباحث عن الرمز الغالي المركز الثاني؟ وصل شعار العاصفة مع شاهين، وقدم لنا شاهين غياث الهلالي في هذه اللحظات ليغير من المركز الثاني إلى مقدمة الشوط المركز الثالث. الحضور في هذه اللحظات والقدوم من الحذر مع المركز الثالث بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. هنا بن حلفان، ولكن المركز الرابع من الحاضر؟ من القادم في هذه اللحظات؟ القدوم من الكايد الحاضر بشعار هجن الشحانية سالم بن جابر بن فاران. من يقدم لنا الكايد في هذه اللحظات؟ الله، الوصول يا القدوم في هذه اللحظات. أيضا الحاضر الكايد بشعار محمد بن سعيد بالكيلة العامرية. من يقدم لنا الكايد في هذه اللحظات؟ في
هذا الانطلاق، لكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الكايد، إلى الكايد. من يتقدم على الصدارة يتقدم على أول المراكز في هذه اللحظات بشعار ابن الشحانية الأدعم الكبير، يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا الكايد. الكايد والشوط هذا كايد. جابر مسالم بن جابر بن علي بن فاران، من يقدم لنا الكايد على المركز الأول، على الصدارة، على الانطلاق المميز، باحث عن الرمز الغالي، باحث عن الرمز الغالي في هذا المساء الكبير، في هذا المساء المركز الثاني، الحضور، القدوم، التواجد من الجذاب الحاضر في هذه اللحظات. شعار محمد بن سعيد بالكيلة العامري، أبناء الإمارات أيضا حاضرين وقادمين بهذا القدوم مع انطلاقة الجذاب على المركز الثاني، المركز الثالث. يأتينا في هذه اللحظات سنجار، يا سنجار، يتقدم بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير. تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الشرس بن حلفان، من يقدم لنا سنجار؟ سنجار على المركز الثالث، المركز الرابع، الحضور في هذه اللحظات والقدوم. مشاهدينا الكرام، يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وأيضا شعار الشحانية القادم في هذه اللحظات مع مجمل، مجمل قادم بشعار ابن الشحانية يتقدم في هذه اللحظات. ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الكايد، الكايد على الصدارة، الكايد يقترب من الرمز، يقترب من الرمز الغالي على القلوب، يتقدم في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية، بشعار هجن الشحانية الأدعم، يتقدم على الصدارة. يبحثون أبناء قطر عن الرمز الثاني في هذا المساء المغاير، في هذا المساء الكبير. الكايد سالم بن جابر بن فاران، من يقدم لنا الكايد على المركز الأول وعلى الصدارة؟ ولكن سنجار، سنجار هو القادم، القادم سنجار، يتدم بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود ماجد بن حلفان في عملية التضمير والقيادة على المركز الثاني. القادم بكل قوة مجمل على المركز الثالث، العاصفة على المركز الرابع، عودة إلى مقدمة الشوط. الكايد، الكايد، وكايد، وكايد على الصدارة. أبناء الشحانية يتقدمون مع الأدعم، مع الأدعم على الصدارة، على المركز الأول. سالم بن جابر بن فاران المري من يقدم انطلاقة الكايد، ولكن القادم، القادم سنجار، سنجار بدأ بالحضور. بن حلفان، بن حلفان، بن حلفان يقدم لنا سنجار بالشعار الملكي الكبير، بالشعار الملكي الخطير. وصلاب، يا سلام، يا سلام، الكايد وسنجار، سنجار والكايد، الأمتار الأخيرة ما بين أبناء المملكة، ما بين أبناء قطر، أبناء المملكة، أبناء المملكة، أبناء المملكة. عوايدهم، 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 عوايدهم. سلام يا سنجار، سلام لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. عوايدهم شل الرموز، عوايدهم سنجار ينتزع الرمز الأغلى والغالي في هذا المساء. تهانينا
لك يا بن حلفان على هذا الفوز وعلى هذا الأداء الكبير. سنجار بطل هذا الشوط بالشعار الملكي الكبير، المركز الثاني. وصل مشاهدينا متابعينا الكرام الكايد مع المركز الثاني بشعار الشحانية بن فاران من قدمه في هذه اللحظات، المركز الثالث. أيضا مشاهدينا الكرام نجمل بشعار هجن الشحانية. إذا تهانينا لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود على فوز سنجار واختطافه، الرمز الغالي في هذا المساء، توقيت سنجار ولحظات وصوله إلى خط النهاية معلنا الفوز والانتصار. 9 دقائق 29 ثانية و55 جزءا من الثانية، المركز الثاني الكايد بشعار ابن الشحانية. 9 دقائق 29 ثانية و77 جزءا من الثانية، المركز الثالث مجمل لهجن الشحانية، توقيته 9 دقائق 34 ثانية و57 جزءا من الثانية. المركز الرابع كان أيضا غصاب بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، توقيته ولحظات وصوله.